وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصرية كريم بيبرز. كريم، يعني بعد التحية أطلعنا على أبرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع هذه الوثيقة وهذه الاتفاقية بين مصر ودولة الإمارات العربية. هذه الوثيقة تهدف لإنتاج الطاقة الكهربائية المتجددة والنشيطة عن طريق الرياح. ربما هذه ليس ربما بالفعل هذه يعني الاتفاقية هي نتاج ما خرج من كوب 27 ومؤتمر وقمة المناخ التي عقدت في مصر العام الماضي. من أهم بنود هذه القمة هي التحول للطاقة الجديدة والنظيفة، وتحديدا الهيدروجين الأخضر واستخدام الطاقات المختلفة لخروج بطاقة نظيفة لا تقلل فقط من الانبعاثات الكربونية والبصمة الكربونية، ولكن أيضا تساعد على توفير فرص العمل وإضافة القيمة المضافة للمشاريع الكهربائية أو المشاريع الخاصة بالطاقة النظيفة بشكل عام. شهد هذا التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك هذا المؤتمر الصحفي الذي تحدث عن تفاصيل هذا المشروع. هذا المشروع عبارة عن يعني اتفاق ما بين مصر وتحالف في الإمارات، وزارة الكهرباء في مصر ووزارة الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا في الإمارات، وتحالف لبعض الشركات الأخرى بهدف إنتاج 10 جيجا وات للكهرباء ويطمحون ليكون هذا المشروع هو المشروع الأكبر في العالم في إنتاج الطاقة المتجددة عن طريق أو الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة وهي طاقة الرياح. ربما أيضا يوفر هذا المشروع 3000 فرصة عمل. سيبدأون دراسات الجدوى بالفعل على مدار هذا العام بهدف تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية الخاصة بمصر من 9 إلى 10%. هذه النسبة ستكون يعني كبيرة مقارنة بالهدف الأكبر الذي تسعى إليه مصر بتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية من 20 إلى 30% بشكل عام، وهذا هدف كبير وضخم ومن أكبر الأهداف بالفعل في العالم. إذا تحدثنا أيضا عن الاستثمارات الخاصة بالمشاريع المتجددة وجزء منها بالطبع هذا المشروع هي تصل إلى 10 مليارات دولار حتى الآن خاصة بالمشروعات المتجددة، ومنها هذا المشروع الخاص بالكهرباء عن طريق الرياح. سيتواجد هذا المشروع بمنطقة غرب سوهاج أي محافظة سوهاج ولكن في غربها، وأيضا يعني سيكون يعني شبيه بمشروع بنبان بأسوان وعدد من المشروعات الأخرى التي تهدف لإنتاج الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة. أيضا ضمن المشروعات الكبيرة التي تتحدث عن الطاقة المتجددة مشروعات أخرى بخليج السويس تصل إلى 4000 ميجا وات تقريبا. المرحلة الأولى من هذا المشروع وهو 10 جيجا وات تهدف إلى الوصول ل 2000 ميجا وات مبدئيا خلال المرحلة الأولى. خلال هذا العام يبدأ العمل بالفعل لدراسة الجدوى والتنفيذ الفعلي للمشروع، سليها بعد ذلك مرحلة ثانية وثالثة لتطبيق المشروع. أيضا الهدف الأكبر من هذا المشروع هو الوصول بعد ذلك ل 80 جيجا وات إنتاج سنوي بما يعادل 80 مليار دولار، وهذا رقم أيضا من الأكبر في العالم. لكن هذه الخطة الطموحة والمشروع الذي تنتهجه مصر وبالطبع بالتعاون مع الدولة الشقيقة الإمارات العربية بالوصول لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030. هذا المؤتمر أيضا شهد ليس فقط توقيع هذه الاتفاقية أو النقاش حول هذه الاتفاقية، ولكن أيضا يعني جانب من التوأمة والبروتوكولات المختلفة التي سيتم عقدها فيما بعد فيما يتعلق بالطاقة الجديدة، ليس فقط لطاقة الرياح ولكن أيضا أساليب أخرى من أهمها بالطبع الهيدروجين الأخضر، وهو الذي كان النقطة الأهم في كوب 27 أو قمة ومؤتمر المناخ. مشاريع أخرى جديدة سيتم توقيعها خاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر كما ذكرنا ليقلل البصمة الكربونية بشكل عام. ربما هذا يعني أهم ما دار في المؤتمر الصحفي. حسنا كريم بيبرز، شكرا جزيلا لك على هذا العرض المفصل.